عايز اقول المسلسل مأخوذ عن مسرحية شهيرة للراحلة فتحية العسال. مريم كتبت السيناريو. مريم، خليني اسألك نفس السؤال اللي سألته لك امبارح، بس هنا معايا نماذج من السجانات. الغضب ازداد، يعني هنا بسمع جمل: انتوا حكمتوا على بناتنا بعدم الجواز، الناس بتبص لنا بشكل يسيء الى سمعتنا. هم معايا عندهم ملاحظات، لو كنت استمعت إليها تعليق على ملاحظاتهن. ولا عايزة أقول لحضرتك حاجة، أنا ما دخلتش معاكم من الأول، فأنا يعني استمعت بس سؤال حضرتك والمداخلة. طيب أستاذة منى، أستاذة مريم هي مؤلفة العمل، اللي كانت وهي هي اللي النص اللي مكتوب اللي تم العمل الفني من خلاله هي اللي كاتباه. لو عندك ملاحظات موضوعية نقول ايه الملاحظات. انت عايز تكلمي الاول، اتفضلي. اقول لحضرتك حاجة، مطلعانا حرامية، مطلعانا، ما اقدرش اقول لحضرتك. ده غير اولا احنا السمعة على البنات اللي هم احنا بعد ما بنمشي بيخلوا رجالة عندهم في البيت، يعني دي عندنا كفاية. عايز اتكلم على التفتيش. احنا لما بعد ما بتمشوا بعد ما بتروحوا السجن، يعني بيروحوا الشغل، بناتنا بيدخلوا رجالة، بعدين دي عيب. ما هو ده في العمل الفني، مش ودي مزعلانة. لا، في العزبة، في العزبة، حتى في بنات عزبتنا وبنات احنا بقينا نكتشف والله. استاذ وائل، هم بيدخلوا بناتنا، بيدخل رجالة عندهم. استاذ وائل، احنا من اول يعني انا لو في صحفي فاسد في مسلسل هقول ده بيقصدنا الصحفي؟ ده بيقصد كل الصحفيين. ما جابش ان هي بتمثل الجسد نفسه فينا. طيب احنا طيب ايه تاني احنا ما بندخل نفتش. في مشرفه واحنا طالعين من العنبر بتفتشنا، وبنروح كل واحده شغل، واحنا داخلين بنتفتش، واحنا داخلين بنتفتش عادي، مش تفتيش عادي. بندخل في حته وبتفتشنا، يعني عمرنا ما هناخد بتاع اللي جوه الشعر ولا القميص اللي بنحطه، عشان لو انت واخده حاجه من سجاده من سجينه بتتأذي. لو واحده واخده حاجه بتتأذي، عمر ده ما بيحصل يا استاذ وائل. ازاي جابوا الكلام ده؟ المشرفه بتفتشنا. معقول ما فيش سجانه على مدى الحياه كانت بتاخد رشوه؟ وهل ده يسيء لكل السجانات؟ ممكن يكون هدايا. شفت قلتي ممكن، واحنا بنقول ما فيش. لا، هدايا، لكن ما تسرقش، مطلعنا حراميين. ما هو انتوا مش ملائكه، ما فيش مهنه ملائكيه. ما فيش مهنه ملائكيه. الحلو والوحش، يعني هم جايبين الوحش بس. هي هو السجن ما فيهوش غير غاليه واحسان بس؟ مش في المفروض سجانات تانية؟ وفي العزبة السجن في سجانات تانية؟ يعني مش جايبين حاجه كويسه؟ احنا مش معترضين ان هم طيب. جايبين حاجه. اخلي مريم ترد. استاذه مريم اتفضلي. انا بس عايزين ناخد موضوع شويه بالهداوه. انا احنا يعني صيغه هم جايبيننا، لا احنا مش جايبينكم، احنا جايبين شخصيه غاليه. الشخصيه دي حكايتها دي، مش معناها ان كل السجانات كده، ومش معناها ان انا بعمل مسلسل عن السجانات. المسلسل عن غاليه وحكايتها مع صابر، واللي صابر عمله فيها، واللي انتوا هتشوفوا بقيته لحد الحلقه ال 30. المسلسل مش عن السجانات خالص، فده لازم يكون واضح لما نيجي نحكم على الامور. انا مش بعمل، وانا قلت الكلام ده امبارح وهكرره، بس جاي بس هم شويه لانهم بيتكلموا عن الواقع، بيقولوا انه شخصيه غاليه موجوده في زميله لهن اسمها غاليه، سجانه اسمها غاليه. يعني غاليه، لا دي صدفه، معلش. احنا لما اخترنا الاسم ده يعني انا ما اعرفش اسمه ولا سجانه على فكره. بالظبط الاسم ايه؟ احسان صدفه ده مين؟ في احسان زميلتنا اسمها احسان، دينا زميلتنا اسمها احسان، والممرضه اللي اسمها هدى صدفه برضه. لا انا بكلمك في الواقع، في احسان صدفه. في احسان اللي زميلتها اللي مصاحباها اسمها احسان، واحنا عندنا سجانه اسمها احسان، وعندنا ممرضه اسمها هدى، وعندنا ضابط اسمه ايمن. معلك دي اسامي بس صغيره، معلك دي اسامي يعني كل الاسئله. طيب خليني بس من مين؟ خلينا ناخد بس في النهايه الاحتجاجات دي في سياق اتكلمنا فيه قبل كده يا استاذه مريم، انه كل المهن بتحتاج. اشمعنى السجانات يعني اللي هقول لهم؟ ما كل المهن عايزين يبقوا ملائكه في الاعمال الفنيه. ما هو انا ما بحجرش على حقهم في الاحتجاج او الاعتراض. هم من حقهم يعني لو ده يعني يقولوا وجهه نظرهم، لكن كمان لكن مش من حقهم ان هم يحجروا علينا. في النهايه احنا بنقدم عمل درامي من خيال المؤلف. يعني ايه مش من حقنا؟ يعني انا تخيلت الشخصيات ورسمتها عشان المسلسل ده. ما بعملش فيلم تسجيلي وعشان نبقى واقفين الفيلم التسجيلي، يعني كنت اجي اصور معاهم هم جوه السجن زي البرامج كده.
اللي هو اعمل ريبورتاج معاهم او نعمل فيلم تسجيلي، فساعتها يقولوا انتوا خرجتونا او طلعتونا بشكل مش زي الحقيقه. ده نتحاسب عليه، لكن احنا ما عملناش ده، احنا رايحين بنعمل مسلسل دراما. طيب يعني من تقليدنا، معلش بس على سؤال حضرتك، في الانتي دي كانت جايه هي من مين او طلعتونا او احنا بنديهم، لانه مش ده المقصود. طيب ده تعليل استاذ، اتفضلي حضرتك. انت مش كنت من قيمه يوم او يومين على الاون تي في بتتكلمي وبتسالك انت الكلام ده جبتيه منين؟ قلتي انا اداره السجن او حد اتكلم معايا وقعدت مع سجانات خدت منهم الكلام ده. مين هم السجانات؟ استاذه لينلي نفس الموضوع. لا 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 معلش ثانيه واحده بس، انا في النهايه يعني الكلام ده مش واخداه واخداه من واقع استاذه برضو. واخداه من واقع اللي هي الشخصيه كيف تؤدى استاذه هلا سرحان برضه مع استاذه نيلي نفس الموضوع، سالتها قالت لها انا السجانه اللي صورنا في بيتها هي اللي قالت لي الكلام ده. انا واخده الكلام ده من يعني معنى كده ان السجانات ده الكلام ده واخده من سجانه وهي اللي قالت لها الواقع ده؟ تدينا فرصه بس. طيب اتفضلي اتفضلي يا استاذه مها. بتحكمي يعني بتحكمي كل شغلانه ليها حرفياتها او طريقتها في الشغل. انا ما اقدرش اجي ابتدي اتكلم على طريقتكم في الشغل واقول لكم تعملوا ايه صح وايه غلط، كل واحد عنده طريقته في شغلانته. احنا شغلانتنا لما باجي اعمل عن مهنه ما لازم افهمها كويس جدا عشان انا كذاب. احنا قعدنا معاكم مش عشان نعرف قصه حياتكم، انا عمري ما سالت حد فيكم عن قصه حياته، انا قعدت معاكم عشان اعرف بتفتحوا الساعه كام وبتقفلوا الساعه كام وبتاكلوا ايه والكافيتيريا بتعمل ايه والمستشفى بيحصل ايه ولو حد بيولد هتعملوا ايه عشان تفتحوا له. دي كانت اسئلتي، لكن عمري ما سالتكم في بيتكم بتعملوا ايه او اولادكم او بناتكم او كده. ففي النهايه انا سالت. طيب اتفضلي اتفضلي. الخاصه بالمهنه حضرتك جبت الكلام ده منين؟ اللي هو الصابر واللي بيحصل بينه وبينها جبتيه منين؟ صابر اللي هو في انت بتناقشي ده قصه ده تاليف تاليف حبكه دراميه دراميه ايه؟ حبكه دراميه هي قصدها يعني دوت يعني ده مش من الواقع يعني خيال خيال.